معايا عبر الهاتف الآن واحد من كبار مدربي الدوري المصري، كابتن الكبير كابتن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا. يا فندم مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك يا كابتن أيمن. أهلا وسهلا يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ مشرفنا دايما. الله يكرمك ونفسي على حضرتك وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك. أهلا بيك يا فندم. الوضع إيه بقى؟ عارف إن أنتوا خلاص سافرتوا الإمارات والاستعداد قوية جدا لمواجهة أولى أمام النادي الأهلي في السوبر المصري، استعداداتكم يا كابتن أيمن وطموحاتكم إن شاء الله في هذه البطولة. والله يا كابتن إن شاء الله بإذن الله نتعشم إن إحنا نعمل بطولة قوية إن شاء الله. الأربع فرق جيدين ممتازين، نتمنى إن إحنا إن شاء الله نشرف الكرة المصرية، وأكيد كل الفرق يعني تعد العدة لهذه البطولة. ان شاء الله باذن الله تكون بطوله قويه يستمتع بها الساده المشاهدين دايما يعني. ان شاء الله يا فندم. الوضع والحاله الفنيه والمعنويه للاعبين، كل اللاعبين جاهزين يا فندم ولا في اي مشكله واي اصابات لا قدر الله؟ لا يعني اصابات عاديه بتاع فتره الاعداد، اعتقد ان يعني الموضوع ماشي بصوره طيبه، يعني ما فيش امور خارج الطبيعي يعني او خارج المألوف. كل الفرق اكيد استعداداتها كويسه، احنا بالنسبه لنا الامور طيبه، ننتظر بس ان شاء الله عوده القندوسي وبيكام، ان شاء الله الامور تكون طيبه ان شاء الله. الضغوط على الاهلي والزمالك وبيراميدز اكتر من سيراميكا كليوباترا يا فندم ولا الضغوط واحده؟ يعني اكيد الفرق الجماهيريه الضغوط عليها بتبقى اعلى، زي مثلا الاهلي والزمالك، وخصوصا ان هم بالنسبه لهم يعني متمرسين في البطولات وكده، لكن في نفس الوقت لما بتبدا المباريات الضغوط بتتساوى يعني. صحيح صحيح. طيب